إلى لبنان، حيث توافد المئات من اللبنانيين والسياسيين للمشاركة في قداس التضامن في مقر البطريركية المارونية احتجاجا على توقيف المطران موسى الحاج والتحقيق معه لساعات بعد عودته من زيارة قانونية لإسرائيل. وفيما انتقد حزب الله نقل المطران لمساعدات من لبنانيين في إسرائيل، يرى متابعون أن عملية التوقيف كيدية، وذلك جراء مواقف البطريرك بشار الراعي السيادية وإصراره على انتخاب رئيس جديد فوق الاصطفافات الحزبية. البطريرك الراعي صعد من مواقفه على خلفية توقيف المطران، معتبرا أن ذلك إهانة للكنيسة المارونية والبطريركية المارونية وإهانة شخصية بحسب قوله، متوجها لمن يقول إن المساعدات تأتي من العملاء: اذهبوا وابحثوا عن العملاء في مكان آخر، فأنتم تعلمون أين هم ومن هم. هكذا قال. وإذا كان ما قاله البطريرك بالفم الملآن من مواقف شديدة الوضوح، فإن ما ألمح إليه يكاد يوازيه وضوحا، باعتبار أن لبنان اليوم تحت الاحتلال بطريقة أو بأخرى. الراعي شدد أيضا في عظته اليوم على رفض التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية التي لا يجهلها أحد. هنا في مقر البطريركي الصيفي في الديمان حضر مئات المواطنين، تجمعوا للمشاركة في قداس التضامن بعد مرور أسبوع على حادثة توقيف المطران موسى الحاج على معبر الناقورة الحدودي والتحقيق معه لساعات قبل مصادرة جواز سفره وهاتفه وأموال ومساعدات كان قد نقلها من عائلات لبنانية في إسرائيل إلى أقرباء لهم في لبنان، لتتحول القضية بعدها إلى القضاء العسكري. لم يرتكب المطران الحاج أي جرم بزيارته إسرائيل، فهو النائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية، لكن القضاء رأى أن نقله أموال من هناك جريمة يحاسب عليها القانون اللبناني الذي يمنع علاقات مباشرة مع إسرائيل. هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية التي لا يجهلها أحد. كفوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء، واذهبوا بالأحرى وابحثوا في مكان آخر عن العملاء. وفيما يرى مدافعون أنه من حق العائلات اللبنانية في إسرائيل مساعدة أهاليها في لبنان الذين يرزحون تحت ثقل الانهيار الاقتصادي، يرى معارضون أن هؤلاء ليسوا سوى عملاء تعاونوا مع الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله لجنوب لبنان. وقت اللي فلوا بسنة 2000 كانوا 7000 مسيحي ماروني، صاروا 20 و30 ألف، شو بنعمل فيهم؟ بنلغيهم؟ شو بنعمل فيهم؟ يعني ما بنعترف فيهم؟ اتخذت القضية بعدا سياسيا في صراع مستمر ومفتوح بين حزب الله من جهة ومواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي السيادية من جهة أخرى، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث دعا الراعي أكثر من مرة إلى انتخاب رئيس سيادي فوق الاصطفافات والأحزاب والمحاور. هالمهزلة، هالمسرحية الأمنية القضائية السياسية لازم تتوقف، لأنه نحن كحزب قوة لبنانية أكثر ناس منعرف هالنوع من المسرحيات وين بتبلش وين بتخلص. من يعتبرهم حزب الله عملاء يصفهم آخرون بالمبعدين واللاجئين، فبعضهم ولد هناك ولم يرتكب أيضا خلال زمن الاحتلال الإسرائيلي. غنوة يتيم، الديمان، الحدث.